دائما بسم الله نبدأ. ما زلنا في شرح مقرر تنظيم حاسبات 2. إننا الآن في الباب الثاني من هذا المقرر، وهو بعنوان Pipeline and Vector Processing. والآن ننتقل إلى الدرس التالي. Chapter 2 Lecture 6 Pipeline Difficulties and Solutions. تحدثنا في الدروس السابقة عن فوائد استخدام نظام البايبلاين في الحاسبات، ووصلنا إلى أن هذا النظام يقوم بتسريع زمن إنجاز المهام. ولكن هل هذا النظام كله فوائد وحسنات، أم إنه به بعض العيوب والصعاب؟ هذا الدرس يتماشى مع سنة الحياة ليؤكد أن نظام البايبلاين أيضا لا يخلو من بعض المصاعب والمشاكل، ولكن تنظيم الحاسبات يحاول أن يجد لها حلولا. إذن هذا الدرس عن البايبلاين difficulties، صعوبات التي تواجه هذا النظام، and solutions، وماذا يتم من تدابير لتقليل أثر هذه الصعوبات. في هذا الدرس نتحدث عن 3 صعوبات. أولا Resource Conflicts، الإشكالات أو الأزمات المتعلقة بالوصول إلى الذاكرة للحصول على معلومات من الذاكرة. هنالك Conflicts في نظام البايبلاين. دائما كل سيجمنت تحاول الوصول إلى الذاكرة للحصول على معلومة ما تحتاجها في تنفيذ المهمة المخصصة لها، وقد تقوم أكثر من سيجمنت بمحاولة الوصول إلى الذاكرة في نفس الوقت، وهذا يخلق conflict، resource conflict، يسمى resource conflict. المشكلة الثانية هي data dependency conflicts. نعرف في نظام البايبلاين أن المراحل أو السيجمنتس قد تعمل على تنفيذ عمليات مبنية على نتائج للمراحل السابقة. السؤال، ماذا يحدث إذا كنا وصلنا إلى سيجمنت أو مرحلة معينة المفروض أن يتم فيها تنفيذ عملية على بيانات من مرحلة سابقة، ولكن هذه البيانات لم تجهز بعد؟ إذن السيجمنت الحالية تعتمد على نتائج لم تجهز من السيجمنت السابقة. هذا يسبب ما نسميه بالData Dependency Conflicts، أو إشكالات الاعتماد على بيانات غير متوفرة حاليا. الموضوع الثالث البرانش difficulties. نعرف أن تعليمات البرانشينج هي التعليمات نسميها Program Control Instructions، وهي غالبا ما تغير التسلسل الطبيعي للتعليمات، وذلك بتوجيه البرنامج إلى عنوان محدد غير العنوان التسلسلي اللاحق. هذه التفريعات أو البرانش instructions تواجهها بعض المشاكل في نظام البايبلاين. سنرى ما هي هذه المشاكل وكيف يمكن التغلب عليها. نبدأ بالموضوع الأول، وهو resource conflicts. تعريف لهذا الكونفليكت ومتى يحدث. يحدث هذا الكونفليكت أو هذا الإشكال في الريسورسز أو الإمكانيات المتاحة عندما segments accessing memory in the same time، different segments تحاول الوصول إلى الذاكرة في نفس الوقت. هذا يسبب إشكال أو تعارض موارد، إشكال أو أزمة في الوصول إلى الموارد.
وهذه غالبا حلها بسيط. What is the solution for resource conflicts? The solution is to use separate instruction and data memory. المعنى أننا نحاول أن نكثر من المناطق التي يمكن إيجاد الموارد منها باستخدام memories منفصلة للإنستركشن للداتا، وكل سيجمنت يحاول أن يصل إلى المعلومة بدون أن يتعارض أو يدخل في صراع مع سيجمنتس أخرى. طيب، المشكلة الثانية Data Dependency Conflicts. قلنا أن هذا يحدث نتيجة للdependence on an unavailable result from a previous instruction. نحن نعرف في نظام البايبلاين كل مرحلة stage أو قطاع segment يقوم بتنفيذ جزء من التعليمة. تنفيذ أي مرحلة من المراحل لجزء من التعليمة، ولكن هذا التنفيذ يكون معتمدا على نتيجة من مرحلة سابقة لم تنتهي بعد، يسبب هذا Data Dependency Conflict. عندما تأتي المرحلة المحددة للتنفيذ ويتطلب هذا التنفيذ نتيجة من مرحلة سابقة ولا تكون تلك النتيجة متوفرة، هذا يؤدي إلى عدم تنفيذ سليم للجزئية الخاصة بالمرحلة التي نحن بصددها. طيب، ما هي حلول Data Dependency Conflicts؟ هنالك عدد من الحلول، وبدون الدخول في تفاصيلها كاملة نوردها كما يلي: Solution for Data Dependency Conflicts. أولا، Hardware Interlock. في هذا النوع من أنواع الحلول للData Dependency Conflicts يكون هنالك دوائر منطقية هاردوير مهمتها تأخير تنفيذ السب أوبريشن في السيجمنت الحالي لحين أن تكون الريزلت من السيجمنت السابق جاهزة. إذن نقول use hardware to insert the required delays. هذا الهاردوير كل المطلوب منه هو إدخال تأخيرات أو تأجيلات في التنفيذ بالنسبة للسيجمنت الحالية التي تعتمد على نتيجة لم تجهز بعد. نؤخر التنفيذ حتى تجهز تلك النتيجة، ثم يواصل البايبلاين سيستم عمله كالمعتاد عندما تكون النتيجة السابقة جاهزة. الحل الثاني، الأوبرند فوروردينج. دائما في الحاسبات بعد أن يتم الحصول على الأوبرند قد يخزن في ريجستر كمرحلة، ثم إذا تم الاحتياج إليه يستدعى من ذلك الريجستر للتعامل معه أو لمعالجته في مرحلة لاحقة. ولكن في نظام الأوبرند فوروردينج يقوم الحاسب بتجاوز هذه المرحلة، مرحلة التخزين في السجل، متى؟ إذا شعر أن هنالك سيجمنت تحتاج هذه الأوبرند. بما أن التخزين ثم الاستدعاء يؤخر توفر الأوبرند للسيجمنت اللاحقة، فيقوم الحاسب بعدم تخزين الأوبرند في السجل، وإنما يعمل باي باس لهذا الريجستر فايل، وذلك بإرسال الأوبرند مباشرة إلى الـ ALU حتى تكون متاحة للسيجمنت اللاحق. هذا يسمى الـ Operand Forwarding، to forward the operand without storing it in a register. الـ Operand Forwarding هو الـ bypassing the register file if the operand is needed in the next instruction. إذا كان السيجمنت التالي يحتاج هذا الـ operand نرسله إلى الـ ALU مباشرة حتى يكون متاحا لذلك السيجمنت. الحل الثالث، الـ Delayed Loads.
وهذا حل software أو حل برامجي. وفيه يقوم الكومبايلر، ونحن نعرف أن الكومبايلر هو المسؤول عن ترجمة التعليمات حتى يفهمها الحاسب، تحويل التعليمات إلى لغة الحاسب. يقوم الكومبايلر بإعادة ترتيب التعليمات حتى يؤخر تحميل البيانات إذا لم تكن النتائج جاهزة. The compiler reorders، يرتب، يعيد ترتيب the instruction. لماذا يعيد ترتيب ال instruction؟ To delay data loading، يؤخر تحميل البيانات، وذلك بإدخال النو اوبريشن instructions. الكومبايلر يدخل instructions ليس فيها تنفيذ شيء، وإنما الغرض منها تأخير وصول الداتا إلى السجلات حتى يكون الحوج لها قد اكتملت. طيب، بالنسبة للبرانش difficulties، قلنا أن البرانشينج أو التفريع في الحاسب هو الذي يسبب تغيير محتوى البي سي بروجرام كاونتر. Instructions that change the PC value، هذه هي البرانشينج instruction أو البروجرام كنترول instructions. كيف تغير محتوى البي سي؟ نحن نعرف أن البروجرام كاونتر، وهذا ذكرناه في مقرر تنظيم حاسبات واحد، هو المسؤول عن مسك أرقام التعليمات. كلما يبدأ الحاسب في تنفيذ تعليمة، يجهز البروجرام كاونتر رقم التعليم التالي. إذن في الوضع الطبيعي لتنفيذ البرامج، البروجرام كاونتر يزيد بمقدار واحد كل مرة، لأننا من تعليمة نذهب للتعليمة التالية والتي بعدها وهكذا. ولكن إذا ظهرت بروجرام كنترول instructions مثل branching والskipping وهذه الأنواع من التعليمات التي تسبب ذهاب البرنامج من التعليمة التالية إلى تعليمة مخصصة محددة برقم تفريع، كانت البرامج تتسلسل مثلا 1 2 3، كانت التعليمات تتسلسل هكذا إلى N مثلا. إذا اكتمل تنفيذ التعليمة 1 نذهب إلى التعليمة 2، إذا اكتملت 2 نذهب إلى 3 وهكذا. إذن البروجرام كاونتر يتغير رقمه من 1 بعدين 2 بعدين 3 وهكذا. ولكن عند ظهور تعليمة برانش، قد يطلب من البرنامج الذهاب من 3 إلى 17 مثلا بدون الذهاب إلى 4 التي عليها الدور. إذا تغير البروجرام كاونتر إلى الرقم 17 مباشرة بسبب البروجرام كنترول instruction. هذه الأمور في البايبلاين تسبب بعض الصعوبات، لأن البايبلاين يعرف أن السيجمنتس تقسم إلى أن السيجمنتس تقوم بتنفيذ عمليات جزئية من عملية كبيرة، والبرانشينج هذا قد يؤثر على تسلسل هذه التعليمات بالنسبة للسيجمنتس. طيب، ما هي حلول هذه الصعوبات؟ حلول هذه الصعوبات متعددة. أيضا بدون الدخول في تفاصيل، نذكر هذه الأنواع: prefetch target instruction. prefetch يعني بحث متقدم أو بحث من الأول. هذا النوع من أنواع الحلول يحصل فيه prefetch the safe target prefetch، أبحث عن ثم أحفظ التارجت instruction، العنوان الجديد الذي ستتفرع إليه عمليات البرنامج. وأيضا ما بعده، قلنا أننا يمكن أن نتفرع من 3 إلى 17، ثم ماذا بعد 17؟ بعد 17 نعود إلى 4 لنواصل التسلسل العادل للبرنامج. فالبريفتش تارجت instruction يبحث عن 17 مقدما ويحفظها، ويحفظ الأربعة التي هي
عليها الدور بعد النهاية من البرانش. الحل الثاني برانش تارجت بفر أو البي تي بي يسموها. هنا السيجمنتس يكون فيها ذاكرة خاصة تستخدم، هذه الذاكرة الخاصة الموجودة في هذا السيجمنت to store addresses of branch instruction حتى يكون يعرف السيجمنت هل هنالك برانش تعليم التفريع قادمة أو لا بالنظر إلى محتويات هذا الميموري. هذا يساعد في أن يكون جاهزا للذهاب إلى برانش إن وجد، بحيث لا يؤثر وجود البرانش في تسلسل العمليات في السيجمنتس كالمعتاد. الحل الثالث البرانش بريدكشن أو التنبؤ بالتفريعات التي يمكن أن تطرأ للبرنامج. هنا نستخدم هاردوير أيضا additional logic circuits to guess، نتنبأ بالoutcome of a conditional branch instruction. طبعا نحن نعرف أن البرانشز نوعين conditional و unconditional. الconditional يحصل فيها التفريع بعد حدوث شرط، وهنالك دوائر في الحاسب تتأكد من حصول هذا الشرط. الـ unconditional branching عندما نصل إلى هذا النوع من الانستركشن مباشرة يحصل التفريع وليس هنالك شرط. استخدام البرانش بريدكشن هو استخدام دوائر منطقية محددة تختبر حصول البرانش في حالة تحقق الشرط من عدمه، هل حدث الشرط أم لا؟ فإذا حدث الشرط تعرف السيجمنت أن البرانش قادم لا محالة فتتعامل معه. الحل الأخير الديليد برانش، وهذا حل أيضا بالسوفتوير. أيضا مثل ما قلنا في نظام الداتا ديبندنسي كونفليكس استخدمنا الكومبايلر لعمل الديليد لودز، الآن هنا نستخدم أيضا النو اوبريشن انستركشن لنؤخر البرانش. كنا هنالك نؤخر اللود حتى تجهز السيجمنت لاستقبال المعلومة، الآن نؤخر البرانش حتى تكمل السيجمنتس عملها. وهذه باختصار بعض المشاكل الموجودة في نظام البايبلاين وبعض الحلول التي دائما يتم التعامل بها مع هذه المشاكل. كل المطلوب هو تقليل أثر المشاكل. لماذا؟ لنحقق الفائدة من نظام البايب لايننج. وإلى اللقاء في الدرس القادم.